متابعين ومشاهدين قناة جي اس فوروي، أحييكم وأرحب بكم. الدرس السادس، المرحلة الأولى، نتعلم أب جي اس بثلاثة مراحل. راح نتعرف ونتعلم على قائمة إديتور. بداية، أعزائي المشاهدين والمتابعين، عندنا هون أربع طبقات من مصدر واحد اللي هو نفس الداتا سيت. نضيف طبقة أخرى من مصدر آخر، لتكون هذه الطبقة إن رودز من موقعها أو مصدرها الملف التالي، والأربع طبقات مصدرهم من هاي الداتا سيت. نفعل قائمة إديتور من خلال Start Editing. في هاي الواجهة تظهر لنا، تأكد إنه في عنا طبقة أو أكثر مش من نفس المكان أو المصدر. نختار الطبقة أو عدة طبقات اللي راح يتم عليهم التعديل والتحرير وإضافة البيانات، ولتكن طبقة بلوكس. عند تفعيل طبقة بلوكس، فعل معها جميع الطبقات اللي من نفس المصدر. عندنا طبقات جاهزة، مرسومة وجاهزة. راح نتعرف على الأشرطة الخاصة في قائمة إديتور. عندنا أداة الـ Edit Tool، نقدر نعمل فيها اختيار للفيتشر، بعدها نعدل عليه. عندنا الأداة الثانية خاصة بالأنوتيشن. هاي الأداة لما يكون عندنا طبقة من نوع أنوتيشن تتفعل. عند إضافة رسم أو فيتشر جديد، تفعل عنا هذول الأدوات. أول أداة اللي إحنا مختارينها أداة الرسم عن طريق النقاط، أما الأداة الثانية للرسم قوس. الأداة الثالثة فيها أكثر من أدوات، عندنا مثلا تريس، نقدر نمشي لفيتشر آخر. عندنا مثلا هذه الأداة نرسم دائرتين، مكان تقاطع الدوائر نختار الفيرتكس. طبعا هذول الأدوات الرسم كل واحدة لها أسلوب واستخدام معين. بإمكانكم تجربوا هاي الأساليب براحتكم. خلصنا من رسم فيتشر، نكبس على F2 أو دبل كليك، صار عندنا فيتشر جديدة. طبعا بهاي الأداة بنقدر نحرك الفيتشر اللي رسمناه. أيضا من شريط أو القائمة إديتور عندنا الأداة Edit Vertex. لما نفعلها بيظهر عنا أداة جديدة خاصة بالVertex. نقدر نحذف مثلا Vertex معين، نضيف Vertex، نختار Vertex، نقدر نكمل الرسم. نقدر أيضا نعمل فينش للفيرتكس، يعني احنا خلصنا تعديل لهذول النقاط. نقدر نكبس على هاي الأداة فينش. إن هاي الأداة بتظهر لنا جدول خاص في جميع الفيرتكس. نقدر نختار سيلكت للفيرتكس، نحذف ونضيف ونعدل. نعمل فينيش، تمام. أيضا عندنا الأداة ريشيب فيتشر تول. إذا عملنا سيلكت لفيتشر معينة بنعدل على هاي الرسمة، نكبس على هاي الأداة، نبلش تعديل. عندنا كت بوليجون. طبعا هدول الأدوات والأداة الكت بوليجون خاصة بالطبقة
طبقات من نوع مضلع أو مساحة، يعني في عندنا تعديلات خاصة للنقط، وفي عندنا تعديلات خاصة للخط، وتعديلات خاصة للبولجون أو المضلع. انتهينا من الرسم، نقدر نعمل سيف أو ستوب إديتنج. بيسألنا بدك تسيب الشغل اللي اشتغلناه أو لا، أنا راح نحكي له نو. نرجع نفعل قائمة إديتنج من أول جديد، عندنا هون الأدوات مش مفعلة. عندنا أول أداة موف، نعمل سيلكت للفيتشر، نقدر نحرك هذا الفيتشر بهذا المربع يمين وشمال، وهذا المربع شمال أو جنوب، مثلا 50 من جهة اليمين، 100 من جهة الشمال. نعمل تراجع. نقدر أيضا من جهة اليسار -50 متر، جهة الجنوب -300 متر. أيضا عندنا السبلت أو القص أو القطع، نفسها موجودة هون. نقدر نعمل سيلكت للفيتشر بعدها قطع. بهاي الأداة نقدر نقطع بأي طريقة، أما السبلت هون في عندنا طرق معينة بسألنا كيف نقدر نقطع. في عندنا أول خيار هو عن طريق المسافة، نقدر نحكي له إنه يقطع لنا الخط مسافة 50 متر من البداية. طبعا الخط من هون يعتبر البداية وهون النهاية. نعمل قص مثلا 50 متر مباشرة، هذا الخط اللي ظهر عندنا جديد مسافته 50 متر. أيضا يمكن تقطيع الخط بمسافة مشتركة. من هذا الخيار نقدر إنه إحنا نخلي الخط كل 50 متر جزء واحد. كل 50 متر ظهر عندنا خط جديد. نعمل تراجع وسلكت. تمام. عندنا آخر خيار اللي هو بالنسبة المئوية، مثلا أنا بدي أقص هذا الخط 30%، 30% من بداية الخط. عندنا الخيار الـ Construct Point، نقدر إنه ننشئ نقاط. عندنا طبقة واحدة نقاط، فالنقط اللي راح ينتجهم من هاي الطبقة. لو في عندنا أكثر من طبقة نقطية بعطينا خيار، بس إحنا ما في عندنا إلا طبقة واحدة. عدد النقاط بدنا من هذا الخط يظهر لنا 5 نقاط، 1 2 3 4 5، هيك ظهر لنا 5 نقاط. نفس هذا الخط مثلا بدنا على مسافة 90 متر كل نقطة، نفس الاشي بيظهر لنا كل 90 متر نقطة. اما بالنسبة لأداة كوبي بيرلال، نعمل سلكت لخط، نقدر نعمل خط موازي لهذا الخط، نقدر مثلا انه لجميع الجهات من الجهة اليمين واليسار 50 متر أو 30 متر حسب القيمة اللي احنا بندخلها. بهذا الخيار بيكون على الجهتين يمين وشمال، فجعلنا لفت مثلا بيستثني جهة الشمال، وبعمل لنا خط موازي لهذا الخط من الجهة اليمين بهاي الطريقة. أما الأداة ميرج مقصود فيها، في عنا تو فيتشر نعملهم فيتشر واحدة، نعملهم ميرج بهذا المربع. بسألنا الداتا الجديد اللي راح يأخذها الفيتشر الجديد من أني لاير يأخذها، أو من أني فيتشر يأخذ هاي الداتا، يا بنختار الداتا الموجودة هون أو هون لتصير في
الفيتشر الجديد بهاي الطريقة. في عنا اليونيون مقصود فيها نفس الميرج لكن بحفظ الفيتشر اللي انعمل عليهم توحيد. هاي عنا الفيتشر الجديد والقديم ضل زي ما هو. ايضا عندنا الاداة كليب. اذا بتلاحظ بهاي المنطقة في عندنا تداخل من هذا الحوض على هذا الحوض، في عندنا منطقة تداخل. اذا بدي اقطع هاي المنطقة التداخل وتضلها موجودة لهذا الفيتشر، اول اشي بنعمل له سيلكت بعدها كليب. اوكي سكرنا او طفينا هاي الطبقة ونبطل في عنا تداخل. نعمل تراجع، هيك كان وهيك صارت. ايضا اذا بدنا نقطع الجزء التحت او من الطبقة هاي بنقدر نختار هاي فيتشر ونعمل كليب، فبصير عنا هون العكس، الطبقة هاي اللي انقصت. عندنا الأداة تبعت السناب، المفروض هذول الأربعة يكونوا مفعلات. مقصود بالسناب يعني إنه بيساعدنا في الرسم كثير. لولا السناب بصير في تداخل وفراغات كثير بين الرسم. إحنا هون عشان ننشئ فيتشر جديد، السناب المربع مثلا، أعطينا مربع نمسك الزاوية في الزاوية بالضبط. بدون هذا المربع مثلا ما بنمسك. بصير هون في تداخل، فبصير في عنا أغلاط في الرسم كثيرة. لما نفعل هدول السناب الخط على الخط بالضبط بيجي. لذلك يفضل انه ادوات السناب تكون كلياتها مفعلة. ايضا اعزائي المشاهدين والمتابعين، في عند الاداة في عنا هاي الاداة بفر، مقصود فيها انه نقدر نعمل نطاق او حيز تأثير لطبقة من نوع خط او طبقة من نوع بوينت او طبقة من نوع بوليجون. مثلا ان هذا الخط نقدر نعمل بفر حواليه مسافة معينة ومتساوية. لنفرض انه بدنا نعمل بفر لهذا الخط مسافة 30 متر. هون نختار الطبقة، يعني البفر اللي راح يطلع لأي طبقة راح نضاف لطبقة البلوك. نعمل اوكي. هي هذا بفر زون طالع من هذا الخط بمسافة 30 متر. ايضا عندنا هاي الأداة روتيت تول، نقدر انه احنا نلف الرسم بأي زاوية نشوفها مناسبة. ملاحظة مهمة عند الرسم، وقبل اختيار الفيرتكس ممكن الضغط زر الأيمن في الماوس واختيار اتجاه للفيرتكس اللي راح نضيفها، او طول مثلا طول من ضلع لضلع، او مثلا اكس واي، او مثلا نعمل خط متوازي لخط مقابل. مثلا نختار هذا الخط، عفوا نعمل هيك رايت كليك، هيك صار عندنا خط موازي. والكثير من الخصائص والاوامر، فانا راح اترك المجال باختيار هذه الاوامر لديك الوقت. عندنا بهذا الخيار بنقدر نضيف أدوات تانية مثل الـ Advanced Editing الموجودة هون. أنا هيك ضفتها. راح يتم شرح جميع الأدوات، لكن كل أداة أو مجموعة أدوات تكون في درس واحد.
ايضا في عنا editing windows مثل اللي grid feature اللي احنا فاتحينه، بنقدر برضه نفتحهم من هون، وباقي الويندوز في عنا options لقائم الإديتور. طبعا زي ما حكينا في الدروس السابقة، أي options موجود يفضل عدم التغيير فيها، لأن أي تغيير بسيط كان أو كبير راح يؤدينا لمشاكل كثيرة، خاصة في الأنالايز الرسم في كثير شغلات. لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد أي شخص حاب يتعلم على RGS. رابط القناة على الفيسبوك بأسفل المقطع تجدوه، وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم.